قبل ما تفضجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابونيو فلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزات. السلام عليكم متابعي قناة ميديا ديزات، خوتنا الكرام، جيناكم في فيديو وخبر جديد كالعادة، معكم اخوكم شرف الدين. في هذا الفيديو يا خوتي راح تفهموا ان هناك حرب الكترونية قوية جدا بين الجزائر وفرنسا، والجزائر قامت بتحطيم واحد السلاح الخيرانسي كان يستخدم في التجسس وذلك في الأيام السابقة. قبل مشاهدة هذا الفيديو كالعادة وصلوا 4000 5000 لايك ومرمدوا ولاد فرنسا في التعليقات ما تخليوا لهم والو، خليكم على الفيديو. لا تزال عملية سكوربيون بين غاو وما بين تومبوكتو في جنوب الجزائر تخلق إشكالا كبيرا بالنسبة على الأقل لمجموعة ما يسمى ب غروبمون تكتيك ديزار أو هذه مجموعة معركة الصحراء وتكتيك الصحراء. وهناك اليوم كل من غريفن وأيضا كوريغان وهما اليوم مجموعتان في عملية واحدة لسكوربيون الفرنسية في جنوب الجزائر، والتي تعطلت لأن هناك شركة نيكستر تعمل كل شيء انطلاقا من فرنسا وتوقفت كل الأعمال لأكثر من 3 ساعات بعد خوض نيكستر محاولة إلكترونية لاختراق الجزائر على أقل تقدير حسب بعض المصادر، فيما يرى الآخرون أن هذه عملية عادية للغاية وأن نيكستر تعمل كل شيء انطلاقا من فرنسا، ومثل هذا التعقيد قد يحصل كذلك بالنسبة للصيانة الثقيلة. ومعلوم أن كوريغان مكونة من مشاة البحرية ريم ليفان وكتيبة المدفعية البحرية وحوالي 623 فردا منها أو عنصرا، فيما مقاتلات على الأقل وجنود للكتيبة 237 حولوا عديد إلى 860 جنديا. نتحدث اليوم عن وجود 120 سيارة على أقل تقدير و120 مليمتر. وما حدث من انتقال على وجه التحديد من روك نوار إلى كوريغان في 16 من أكتوبر 2021 لم يتم بنفس السياق الذي كان يستوجبه بين قوسين مجريات عملية إلكترونية وحرب إلكترونية حدثت. كان آخر توقيع لفرانس بارلي قبل الذهاب إلى الإمارات هي بالنسبة لجي تي دي، أي مجموعة تكتيكات أو تكتيك الصحراء أو مجموعة عمل الصحراء كوريغان من غاو إلى تومبوكتو، ولمدة 12 يوم لم تتحرك سوى 1000 كيلومتر فقط. ثنائي غريفن ونظام مواجهتي سكوربيون أو سيك أس على وجه التحديد لم تنجح بالشكل الكافي. محاولة الوصول إلى ما يسمى بألف كيلومتر لـ12 يوم بالنسبة لكوريغان، وهذه هي الفرقة الأكثر تطورا بالنسبة لتكتيك الصحراء، وهذه المجموعة مخصصة بالأساس لمثل ذلك. هذا يأتي ناتجا عن أمرين اثنين، أولا بالنسبة لنيكستر، ثانيا بالنسبة لعوائق ما يسمى بالسيارة الثقيلة، وآخرها أن التقديرات الجارية اليوم في حرب تحاول جهد الإمكان ولمدة 27 كيلومتر، أي أننا نتحدث اليوم عن حزام بمثل هذا الشكل في جنوب الجزائر، تحاول جهد الإمكان مالي أن تكون في المقدمة، لكن الانسحاب الذي حدث باتجاه تومبوكتو كان فاشلا ببساطة شديدة، لأن كل العملية ورغم أن هناك مجموعتين على أقل تقدير، نحن ندرك على أن الصخرة السوداء أو روك نوار على العموم نقلت كل صلاحياتها لفرقة أخرى كوريغان، لكن مع ذلك ومنذ أكتوبر منتصف أكتوبر إلى نهاية نوفمبر لم نجد أي داعم لاستخدام ما يسمى بالتشويش الإلكتروني الذي فشل، لأن نيكستر فشلت من فرنسا. المسألة الآن نتساءل اليوم لماذا تحديدا مثل هذا الفشل؟ أولا لأن نطاق ما يسمى بالحزمة أو الحزام الإلكتروني للجزائر كله متوقف عن أي اختراق محتمل، هذا وارد. المسألة الثانية أن نيكستر فشلت كشركة،
المسألة الثالثة أن احتمال وصول أبيجان، هناك قوات من أبيجان من ساحل العاج باتجاه غاو باتجاه شمال مالي، وهنا نطرح سؤالا، لماذا هذا الإفراغ وإعادة الملء بالنسبة لفرنسا؟ لأن المسألة بالنسبة إليها تريد تجريبا لأحد تكتيكاتها، هي لا تريد تجريبه وإنما أن تجربه أبيجان في هذه المنطقة، وهذا الذي يعطي إشكالا حقيقيا بالنسبة للجزائر والجيش في هذه المنطقة. إذا تجاوز فعلا مثل هذه العقبة، فأول خلاصة يمكن قولها الآن أن الحرب الإلكترونية التي يمكن أن تمارسها والتشويش الذي يمكن أن تمارسه على الأقل مجموعات تابعة للقوات الخاصة الفرنسية فشلت في هذه المأمورية. ثانيا بالنسبة لمنظومة نيكستر عموما وللشركة نفسها كلها فشلت. إذا فشل نيكستر في جنوب الجزائر يعتبر فشلا ذريعا بما تحمل الكلمة معنى، لأن استدعاء مرة أخرى أبيجان في هذا الاتجاه بعد أن رأينا تطورين سريعين بالنسبة لأبيجان، تدفع بقواتها نحو شمال مالي ونرى مباشرة وقف ما يسمى بهيكلة الجيش التشادي. لقد انتهى الجيش الفرنسي من إعادة الهيكلة على الأقل بالنسبة لبعض الأجزاء الكبيرة وبالنسبة للمخابرات التشادية. انتهت هذه المسمات إعادة هيكلة في الجيش التشادي، وأصبح هناك نقل لأبيجان باتجاه شمال مالي وجنوب الجزائر. السؤال المطروح، لماذا استبدال قوات فرنسية بقوات من ساحل العاج؟ هذا سؤال محوري، ليس فقط لأن هناك نكس، إنما لأن هناك برنامج يجب أن يجرب، وهذا الذي سنعرفه في الأيام القادمة. لأن مجرد أن تكون مجموعة متخصصة أو مجموعة عمل الصحراء أو مجموعة تكتيك الصحراء، فإن السؤال المطروح لماذا لا تجرب كل من هذين التوأمين الآن؟ هناك على الأقل مجموعتين وهناك مجموعات البحرية. سؤال مطروح، لماذا تحديدا مجموعات البحرية في هذا الموقع الصحراوي 100%؟ لسبب رئيس، لأن إعادة الانتشار على أساس هذه القوات وعلى أساس هذا النموذج هو الذي يجعل من سيك أس أو ما يسمى بسكوربيون هذه الأوبريشن عموما أو الأوبراسيون تضعنا أو هذه العملية تضعنا أمام إشكال حقيقي بالنسبة لنيكستر. كل منظومة نيكستر اليوم فاشلة في جنوب الجزائر، وأهم ما يرغب الفرنسي هو الوصول إلى اختراقات في هذا الاتجاه. فلماذا تحديدا مثل هذا التسوق؟ هذا هو واقع الحال. أيضا هناك ترتيب فرنسي واضح بالنسبة لإعادة هيكلة هذه المجموعات التكتيكية، خصوصا بالنسبة للصحراء ومن ما يسمى أيضا بلامارين أو مارينز الفرنسي. إذا قوات المارينز الفرنسية على وجه الدقة في الصحراء فشلت. لماذا هذا الفشل؟ لأننا سنجد أن علاقة الانتشار على وجه التحديد في موريتانيا وشمال موريتانيا وفي كل هذه المنطقة وأيضا السنغال كلها سنرى فيها جزئيا وإلى ما يسمى في نهر السنغال، في هذه المنطقة على وجه التحديد هناك إمكانية انتشار مع هذا المارينز، من المارينز إلى مباشرة إلى الصحراء. إذا تريد فرنسا أن تعزز قدراتها الإلكترونية، وهذا التي تجربه مع الجزائر، في عمليات تجاه السنغال وتجاه موريتانيا وتجاه ما بعد موريتانيا على المحيط الأطلسي. إذا هناك رغبة أكيدة في المناورة وإعادة الانتشار بهذه الصورة. هذا واقع الحال ولا يتوقف الأمر عند هذا. هناك عملية ما يسمى بـ Next Plus ثم 2 Plus،
يعني أن العملية كلها اليوم بالنسبة لنيكستر منطلقة من فرنسا لا يمكن بأي حال نقل هذه التجربة الإلكترونية بالأساس أو الحرب الإلكترونية لنيكستر إلى جنوب الجزائر، أولا لفشلها، وثانيا لأنها حاولت التجريب وتأكدوا على أن حوالي 12 يوم بألف كيلومتر فقط، هذا يعني ليس فشلا بل فشلا ذريعا، لأن أهم ما رغبت فيه وفي حركة نيكستر ودائما انطلاقا من الضغط في فرنسا، كل هذا كان فاشلا بالنسبة لفرنسا. السؤال المطروح، ماذا استخدمت الجزائر إلى حدود اللحظة من أجل وقف هذه الحرب الإلكترونية أو التشويش الفرنسي في جنوب الجزائر؟ هذا سؤال، سؤال سيبقى للجزائريين الإجابة عنه، لكن المهم بالنسبة للجانب الفرنسي فإن هناك، وهذا مهم جدا لأنه لا يستقيم أن تكون هناك أسرار في هذه العملية، لذلك فالسري نتركه، لكن بالنسبة على الأقل لنيكستر وحسب المعطيات الواردة من فرنسا نفسها، فإن كل الداتا التي استخدمت استطاع الجزائريون الوصول إلى تحييدها في جاو. هذا واضح بالنسبة على الأقل للذين يعرفون سر هذه العملية. لذلك فإن كل العملية لسكوربيون في جنوب الجزائر فشلت، هذا هو واقع الحال. إذن ما يسمى بالمنظومة الإلكترونية المصاحبة لسكوربيا أو سيكسي على وجه التحديد في كل هذه التقديرات كلها، يمكن الحكم اليوم أن الجزائر تجاوزتها. كيف ذلك؟ وهنا هل الفرنسيون أقل أمام التقنية الروسية والتقنية الصينية المستخدمة من طرف الجزائريين وربما تقنية أيضا جزائرية؟ لكن على العموم بالنسبة لفرنسا فإنها تريد دراسة الوضع بشكل أكثر دقة. أولا، رغم أن العملية تمت في منذ 16 أكتوبر فإنها اليوم تعتبر أنه لأول مرة هناك مارينز وأن هناك سيكسي على وجه التحديد. هذه العملية السكوربيون كلها يعاد فيها النظر ويعاد تقييمها. وفرانس بارلي من الإمارات العربية المتحدة تود وبشكل كبير جدا أن تجد على الأقل آذانا صاغية في الإمارات العربية المتحدة لمعرفة ماذا عند المدرعات، وهل هناك مدرعات فعلا نمر وغيرها يمكن أن تشتغل على الحرب الإلكترونية. لم تتلقى فلورنس بارلي الإجابة الدقيقة لكل ما يجري في جنوب الجزائر. لذلك فمثل هذه العملية الشديدة الخطورة والحساسية كلها فشلت ولم تقطع سوى 1000 كيلومتر. هذا ما يجب اليوم تأكيده أمام نجاح عملية أساسية قامت بها الجزائر. لا يعرف الفرنسيون تفاصيلها على الأقل أو يقاربون إلى حدود اللحظة ماذا جرى، لكن كل هذه العملية الآن تعتبر فاشلة وقد يكون عجزا كما تقول نيكستر. سيعاد النظر وستعاد العملية من جديد في هذه المنطقة بعد حالة الانسحاب من جاو إلى تمبوكتو، وهناك سعي إلى إعادة ملء مباشر انتشار قوات من ساحل العاج بهذا التكتيك ومن نيكستر. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.